Mulțumesc, domnule președinte. Face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi în vizită de stat în Republica Arabă Egipt, unul dintre prietenii tradiționale ai României, regiunea Orientului Mijlociu și Africa, și un partener economic și sectorial foarte important. Anul acesta celebrăm aniversarea a 115 ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Egipt, o relație îndelungată, caracterizată prin respect și încredere reciprocă. Există în continuare un potențial foarte mare de dezvoltare a relațiilor noastre bilaterale pe toate planurile. Această vizită تؤكد مرة أخرى على التأكيد على الالتزام المتبادل لبلدينا لتنويع الاتصالات والمشاريع وتوجيه هذه الشراكة التقليدية نحو المستقبل. أنا متيقن بأن الجولة الجديدة للجنة التعاون الاقتصادي المختلطة ستلعب دورا هاما في توسيع التعاون الثنائي وتشجيع عدد كبير من المشاريع الاقتصادية المشتركة وإيجاد الإطار الجديد المحدث وتحديث الإطار القانوني الحالي. كذلك اتفقنا على ضرورة إيجاد سبل جديدة لاستثمار إمكانيات تنمية التعاون في مجالات أخرى تعتبر أساسية سواء لرومانيا ومصر أو مصر، وهي صناعة الدفاع والطاقة والزراعة والنقل والمعلومات والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأمن السيبراني، التربية، التعليم والبحث العلمي والابتكار. علينا أن نستمر في العمل معا لتشجيع رجال الأعمال في مصر ورومانيا على إطلاق مشاريع مشتركة جديدة سواء على الصعيد الدولي أو في أسواق أخرى، انطلاقا من كون رومانيا ومصر أبواب إلى أهم الأسواق الاقتصادية المتكاملة هي الاتحاد الأوروبي ومنطقة التبادل الحر الإفريقية. في مناقشاتنا اليوم أجرينا تبادل لوجهات النظر حول تطورات الإقليمية ذات الأولوية. ليس من قبيل الصدفة أن رومانيا وأوروبا أيضا تعتبران مصر دولة هامة في المنطقة بموقعنا الذي يربط بين إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. مصر تلعب دورا حيويا في الحفاظ على الأمن على المستوى الإقليمي والدولي. رومانيا شأنها شأن مصر مهتمة باستقرار الأوضاع المتأزمة في الشرق الأوسط والمناطق المجاورة وإدارة الهجرة بشكل فعال وانتهاج السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية المستدامة والتنمية الدائمة. ندعم جهود مصر بالتعاون مع الشركاء الدوليين المبذولة من أجل إيجاد أفضل الحلول للأزمات في إفريقيا والشرق الأوسط.